قعد التليفون لام ام بتقول لي شو حكيت له؟ ليش عم يبكي وليش صار معي هيك؟ انا وصلت لمرحله مش عارف انا مع مين، انا لا انت ولا هم، ليش اترك وابلش من اول؟ انا عندي صفحه انستغرام خاصه لو تشوفها بتقول هذا مستحيل هذا الانسان يصير عنده سوشيال ميديا شانل. قسطوني من وجهه نظري هو الشخص عديم المبدا. مرحبا طارق. اهلا. ليك قديش بهالحياة مرقنا أنا وياك إذا عم نحكي عن حالنا بالقصص يلي هيك مرقت قصص وحكايات وأخبار، منها سلبية منها إيجابية، منها تعذبنا فيها، منها وجع خلقنا منه الفرح، منها إنه بدي أقول لك هالشيبة أنا وياك قديش مرق علينا. بدي أقول لك والله قبل ما تقول لي الشيء بدي أقول لك وشتع على الرأس وشيبة يا توني. بس بزيد وبزيد إنه أنت أحلى وشيبتك أحسن يعني وأصغر. هذا بس تواضع. تواضع بالبرود. لا بالعكس، أنا صدقني يعني أوقات كانوا يقولوا لي إنه ليك في كتير مرات بيقصف إنه طلعوا هون، ما طلعوا بي يعني لازم هلا بصحتي او بشيء، لا طلعوا هون بقول لهم طلعوا بالدقن طلعوا بالشعر. حلوين انا بحبهم. انا ابوي شايب. ابوك شايب؟ وشبت وانا صغير، شبت عمري يعني بلش الشايب براسي من عمري 21 سنه، فكنت دائما بحبه. كان عندي خصله بيضة هون طول عمري وكنت احبها جدا. مشان هيك بعدين ظليت احط فكر ايجابي تجاهها الى ان انتشرت في كل مكان. انا بلشت هون الغريب كثير، انا الدقن كانت بيضة كلها والشعر أسود. بعدين بقول لك شغلة معلومة أكيد يمكن أنت بتعرفها، الشعر وشايب من فوق ما بقى يهر. يعني ما بقى يهر. هيك بقوله بس مش متأكد من صحتها بصراحة. بس نحن دخلك الحلقة عم نحكي الحلقة نحن أنا وياك اللي عم نحكي عن الشايب. ليش لا؟ طارق سكايك، بس بدي أقول لكم هالشاب والحضور الحلو والمميز يلي قدر يعمل حاله الحلم يلي مشي فيه وعم بيحقق ورح يحقق أكتر، الواقع يلي عايش فيه هو الواقع يلي بقناعة عايش فيه. أنا بس بدي أقولكم عن هالشاب، كل شيء بيمرق كل شيء بيقوله أنا بتابعه، ناس كتير بتابعه بيقوله بلطافة، بيحكي بحب، وهيدا يلي بيوصل وهيدا يلي بيخليه يتقدم أكتر ويضل يلاقي موضوع يحكي عنه. هيدا يلي خليه إنه يحكي عن تخيل اللي بتعرفه، صارت هيدي مثل منصة مثل على طول مننطر لحتى شوف شو عم عن إشياء إنه عن جد كنا نفكر هيك. ليك شو عم بيقول؟ إيه معه حق، حكي عن كتير أمور والأمور اللي حكي عنها هي حقيقية هي واقعية هي حياتية، حكي عن إنه متقارن مع الغير حالك، حكي عن السلام، حكي عن الحب والمحبة، الأهل يلي هني عندهم الحب الغير مشروط بهالدنيا الوحيدين، حكي إنه ما في شيء بيبقى لقلنا بهالحالة وبهالحياة، ربنا عطانا حتى نقدر نكون نتشارك مع الغير بكل شيء عنا، كان أملاك كان سعادة كان فرح، ما بيبقى شيء بهالحياة. هالقد عميق وهالقد حابب اليوم إنه أحكي أنا وياك بكتير أمور، بالإضافة إلى CEO ساش أند كمباني كمان النجاح اللي عم تعمله هلأ نحكي عنه كله سوا. جرب تعرف عنك بثلاثين ثانية، عرفني أنت عن حالك. يا الله بثلاثين ثانية ده يمكن أصعب سؤال بسمعه بشكل عام، إنه عرف عن طارق. يعني طارق سكيك، حتى اسمي ما بحكيه، تخيل بقولهم سيبكم من طارق ركزوا بتخيل، لأنه تخيل هو الرسالة مش طارق، ولكن طارق سكيك طارق الابن ولا الأب ولا الزوج ولا الانتربرنور اللي عنده بيشتغل ولا صانع المحتوى. طارق إنسان بيحاول بقدر الإمكان يترك يمكن رسالة بالنهاية بعد ما يروح، يترك رسالة لأولاده إنه كان أب لإلهم ممكن يكونوا فخورين فيه بالمستقبل إن شاء الله. كيف بلشت وحكيت أنت الطريقة الحلوة اللي حكيت؟ بحكي عن الإبن ولا الأب ولا العيلة ولا الزوج ولا يعني شوف عم تحكي عن العيلة وهيدي هي أساس كل شيء. جداً مهمة. والعائلة هي اللي بدهم منا، لأن المجتمع كله أنا بقول على طول وأنت أكيد طالع كمان شو بتورط الأولاد؟ مش بنحكي الورثة اللي هي المال، بتورطهم من الحب والعاطفة، بتورطهم الأخلاق، بتورطهم القصص اللي هي من ما فيها إذا بدك محل يروحوا عليه غلط، ما في عنف، في قناعة، في مسامحة، في كتير أمور قيم أنا وياك أكيد متفق عليها وكتير من الناس. إذا بدنا نحكي عن صور، ما بتحب كتير صور أنت، بس بحب الكاميرا ما بت... ما بت...
ما بتلاقي الصور بترجعك على محلات مشاهد هيك بتتخيلها غير الواقع. الواقع وقت أو الفيديو عم تشوفه خلص عشت الصورة بتردك على أيام على محلات حلوة ما كتير بتحب الصور. الفكرة ببساطة يمكن إنه الصور الذكريات الواحد بتذكرها أوضح لو ما أخذ وقته تصور. يعني مثلاً قاعد بمكان جميل مع توني بنشرب فنجان قهوة والمنظر كثير حلو، قدرتك على استرجاع هاي اللحظة حيكون أفضل بكثير بكثير لو عشت اللحظة هاي بكل حذافيرها، بدل ما إنك تطول تليفونك ولا الكاميرا وتقعد تصور المشهد اللي حيخرب عليك الذكرى في هذيك اللحظة. ليش أصورها؟ عشان أوريها لمين؟ يعني عشان حد يشوفها؟ ما هي لإلي. يمكن من هذا الباب قصدت الصور القديمة أو ذكريات أو محطات معينة ما عندي مشكلة فيها. ما عندك مشكلة. إذا حكينا عنها لك شو أنت من صغرك إيه بطاريات صبية بطاريات أمي حتعرف ليش بقول بطاريات. الطفل اللي كان دايما حامل معاه بطاريات بإيده، بحب البطاريات كنت طول عمري بعرفش ليش كل الوقت طول الوقت حتى هاي الصورة أنا متأكد ماسك فيها بطارية. قولي لي يما لو فعلا ماسك بطارية ولا لا. لكن تشارج على طول من زمان دائما. أنا مشكلة بطارية لا مع مع التليفونات ومع كل شيء للتشريج. صبي هيك فيك ضوء فيك نور. يه هاي عمري هاي عمرك يا حلو هالكلام حبيبتي هاي. الله يخلي لك إياها، خلي لك العائلة الحلوة. الله يخلي لي. حسك يعني أنت بتحكي للكل بتعتبرون عائلتك لما تحكينا نحن. والله. كتير مواضيع بتعتبرنا عائلتك صح. وحتى أصحاب القراب اسمهم إخوتي يعني إيه؟ هم إخوة. نعم. قصدي لك لما أنت تطلع بالسوشيال ميديا وتحكي على الناس تخبرون عن موضوع مثلاً إنه انكسر فنجان ونحن نقول لما ينكسر شيء ما فيه يرجع. طب انت بتقول بينكسر بيرجع بينعمل بطريقه بيتدهب بطريقه بيرجع فيه يكون احلى. قديش حلوه الرساله مش بس لاولادك عم تقول اجمل ما فيها الكسوره اجمل ما فيها الكسور لما ترجع تركبها بماء الذهب بصير اجمل ما في الكاس المكسوره الكسر اذا تصلح صح. إذا تصلح صح. مش لزق بس عندنا فرصه نصلح نحن طبعا اذا تشيل الحقد والانتقام بتصلح. أولاد التنين ليو وخالد الله يخلي لك إياهم. الله يحفظك الدنيا من مرة. شو قصتك مع القطط؟ مخلوق جميل جدا. معلش العيلة كلها بتحبهم. القطط من المخلوقات اللي لازم تكسب حبهم مش بالسهل. العلاقة متوازنة بين القط والإنسان. مش الكلب بينظر لك إنه هو خلاص أنت سيده وأنت القط. لا لازم العلاقة متوازنة. مش كتير معلش إذا أنا وياك ما اتفقت كتير عليها ما بحب كتير أنا صدقني يعني لو عرفتهم بتحب. لا ما عرفتهم هلا بنتي شيء كل الوقت بتهم مسميتها طوكيو. شو رأيك بطوكيو؟ ما يا عمي ما خلص ما بحب أقرب. لا بس هي ليك شو حلوة ليك شو ليك بدك تقرب أكتر عليها. طوكيو بتحبها؟ طوكيو بتحبها؟ ما بعرف بدي أقرب عليها أكثر لحبة. أنا بحب الكلاب يعني. طيب رح نعمل هاي الحوار بعد فترة لما تحب طوكيو أو طوكيو تحبك. الله يساعدنا عليك. يا الله بداية تخيل بدايات تخيل أول الأيام شوف الرعب اللي في وجهي وأنا بطلع على الكاميرا. ما بتحب الكاميرا؟ ما بحبها لا أبدا لا. يمكن هلأ أحسن بكثير. أنا كنت بخاف من الكاميرا يمكن. بس بتحب خلال الكاميرا هلا ما لا لا ما عم تحكي معه. ما انا معلش ما رح اقول لك شيء. انا بفهم فيه يعني هلا عم تحكي معه كيف انا عم تحكي معه عم تلعب معه للكاميرا في امرار كثير حتى في لاف اند هيت ريليشن شيب. انت امرار عم تكون عم تحكي بتخبر نكته صغيره معضومه عم تضحك مع الكاميرا يعني مرتاح لها كثير. هلا علاقتي دائما مرتبطه بالشخص اللي خلف الكاميرا يعني لما بحكي مع الكاميرا بس هذا السر ما حكيته قبل هيك هو مختار وعمران عشان هيك في مختار وعمران مهضومين كثير عمران مهضومين كثير. واو هذا الانستغرام هيدا كمان هيك البيبي تبعك هيدا والله يا توني يا برود ولا بحياتي تخيلت انه نصف مليون نسمه على الانستغرام و1.7 مليون نسمة على التيك توك و200 300 ألف على اليوتيوب يكونوا بيوم من الأيام قادرين على الوقوف
وانهم يسمعوا ايش عم بحكي، ولا مره خطرت في بالي الفكره. عارف شو عارف شو عارف شو 2 مليون نسمه؟ انت متخيل؟ متخيل اكيد انت متخيل، لانه صار في عندك اليوم عندك جنون اسمه جنون الارقام. انا سامع شباب بيحكوا انفلونسرز بيقول لك المقطع مش جايب الا 200 الف مشاهده. الله يخرب بيتك 200 الف الله يخليك. 200 الف انت كنت تلعب باسكتبول، طيب لما تكون بالملعب كم متفرج بيكون في اقصى الحالات؟ في شو نحن بوقتنا يعني شو يكون 1000 2000 5000 3000. طيب كيف هيبت المكان لما تدخل تسمع صوت 5000 واحد عم بتطلع على توني؟ وكيف اذا قلت لك مثلا كان امبارح في 10000 ماشي مكانه كتار، يعني كنت لاقي اللي عم بيقول عن ال 200000 انه ما بيعنوا له شيء. بس الشغله الطارئ اللي لفتتني كمان انه هاي الطريقه المتواضعه اللي عندك اياها، اكيد انت عم تطلع بشكلك وبحضورك وشيء، سميه تخيل. حتى تحت تخيل انا لاحظت، انا جربت شوف على طول مش حاطط طارق مثلا، حاطط تخيل. الموضوع مش عن طارق. ايه لا، في كتير ناس بيرجعوا بيحطوا تخيل مثلا باي طارق، لا هيدي الشغلة ما حطيت. اذا انا وياك بعد هالصور فتنا شوي هيك بطريقة عميقة، بدي اعطيك تشبيه صغير. بيقولوا انه واحد بيكون صغير، ولد صغير بيفتح الشباك بيطلع بيلاقي جنينة ورد وزهور قدامه طبيعة حلوة، بيضحك بسكر هالشباك. بعد 30 سنة هو ذاته صار عمره 30، فتح الشباك زهور وطبيعة حلوة وكل شيء بدك حلو، بس هو ما عم بيضحك. طبيعة تغيرت، هو اللي تغير، هو اللي تغير أو تعود أو سقط ضحية أكبر مرض ممكن يصيب البشر اللي هو التعود على النعم مثلا. هذا اللي عم بقول لك إيه، طبيعة هي بعدها هي ذاتها، هو تغير، طارق تغير بعده هالطفل. إذا خبرتني عن طفولتك هي طارق لسه تافه، بس لا أتغير أكيد. بس أنا بحب التفاهة، أنا إنسان. إسأل أصحابي، يعني أصحابي كثير بحبهم أنا، كثير مهمين بحياتي، ولكن أقرب أصحاب لإلي لما بتشوفنا نتصرف مع بعض بتقول شاب عمره 17 سنة. بس هذه ضرورية معك خبر جدا. بدي أقول لك شغلة ضروري أكثر، بس من الناس ما يتعودوا عليها، الكسل أوقات ضروري معك خبر طبعا. يعني إذا بتشتغل كتير وبتكون أجريسيف في فترة لازم تتكسلن فيها بطريقة ما تكون تاخدها عادي. فأنت بالنسبة لي، يعني بالنسبة للموضوع اللي عم بحكيك فيه هذا بيهمني، بطلع على شخصيتك أنت بحسك مرتاح كنت أنت وطفل، متصالح مع الطفل اللي اسمه طارق، مع أهلك عائلتك كانوا موجودين حدك، العاطفة الاهتمام محوطينك كانوا. أو شوف مرة هاي بدي أقول شغلة صارت معي وبحكي لكل شاب يتذكر يعملها، لكل إنسان موجود يتذكر يعملها. مرة كنت رايحة للدوام الصبح ورفعت التليفون وكلمت والدي والدتي بأستراليا، فبقول لهم كيفكم شو أخباركم كيف الأوضاع عندكم، وأنا بحكي معهم يوميا كل يوم، لازم كل يوم أسمع صوتهم. فبقول لهم إنه بس حابب أحكي لكم شغلة، بحكي لوالدي بقول له أنا جداً ممتن للأب اللي أنت كنت لإلي خلال طول حياتي. فأعطى التليفون لأمي، أمي بتقول لي شو حكيت له، ليش عم يبكي؟ فبقول لها وأنت كمان تعالي، أنا جداً ممتن لأني كنت الأم اللي كنتي، لأنه فعلاً أنا جداً محظوظ. اسمع توني، كلمة شكراً شيء والامتنان شيء آخر. كلمة شكرا لما أنا بعمل لك شغلة، بجيب لك كاسة مي، ولا بصلح لك سيارة، ولا بركب لك عجل مبنشر، ولا بعمل شغلة، بتقول thank you. Thank you. الامتنان كلمة appreciation أو امتنان مش موجودة باللغة العامية عنا. بعرف بتقول بلبنان ممنونك، بس ممنونك باللغة اللبنانية هي شكرا. صح. كلمة ممتن، إنك تكون ممتن لشخص فقط لوجوده في حياتك، تعبر عن امتنانك لوجود هذا الشخص. والامتنان شيء جدا مهم، جدا مهم، وانت بتشعر بهالشيء كل يوم. بدي اقول لك عليه، بدي اقول لك شغله، اذا ما بتحس بالامتنان اقسم بالله هذا هو السبب الرئيسي لغياب السعاده عن حياتك. بدي احكي لك شغله ثانيه، احنا اليوم بنتعامل مع ربنا اللي خلقنا كلنا بلا استثناء، كل واحد على طريقته. صح، كل واحد على طريقته. اذا بدنا نقول العلاقه بين العبيد ورب العبيد موصوله، واعملها كلر كودينج، حط لي الوان لها، وتخيلها انت بنطلع من الشباك بتشوف 8 مليار نسمه، وفي خطوط متصله من ال 8 مليار نسمه من الارض الى السماء، وكل نوع من انواع الاتصال هاي لها لون معين.
لو قلنا لون الغضب وعدم الرضا لونه أحمر، ولون الطلبات والريكوست والأودرات اللي بتطلع لفوق لونها أزرق، ولون شكراً شكراً بغض النظر شو اللي عم بيصير الحمد لله يا رب بمعناها الحقيقي وليس قولاً، أكيد والشكر تدوم النعم صح، لونها أخضر. قدي في أحمر وقدي في أزرق وقديش في أخضر؟ صح، هونيك عندك الطلبات، عندك الأشياء اللي ما بتخلص، عندك الطمع، عندك يا ربي نفسي يا ربي كيف بدي يكون، وليش صار معي هيك. طبعاً طبعاً نهيك عن 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 قلة الأدب، ولكن مع العلم إنه أغلب التعليمات شو بتقول لك؟ بتقول لك سمع الله لمن حمده، بكل ركوع وإحنا قايمين شو بنقول؟ سمع الله لمن حمده، بمفهوم الحمد الحقيقي. إيش بيقول لك؟ بيقول لك وإن شكرتم لأزيدنكم، مش ولا إن طلبتم شكرتم، وإن شكرتم ما عم بقول لك بالشكر، بالشكر تدوم النعم. بالضبط بالضبط. إذا بدي أسألك، هلأ كنت عم تحكي الأهل على أستراليا، اللي خلي لك عائلتك، نقلت أنت بعدة بلدان، وين طارق بيشوف حاله؟ وين مستقر؟ بأي بلد رح يستقر؟ جامعة الدول العربية. كثير بحب الإمارات، كثير بحب الإمارات لأنه انولد ولادي هون، عشت حياتي أجمل سنين عمري هون. فلسطين إن شاء الله بترجع، إن شاء الله إن شاء الله راح ترجع إن شاء الله. بحب لبنان، بحب مصر، والله بحبها كلها عن جد. بس أنت هون صرت موجود، بس أنا هون موجود. أنا بقول على طول الإمارات العربية المتحدة اللي فتحت بوابها للناس، يعني صرنا مثل بلدنا، بلدنا الثاني، بلد أساسي فعلاً، في فرص للكل، الناس بتتساوى مع بعض وبتشبهنا كل العالم، وبتشبهنا بتشبه كل العالم. طيب يعني عم نحكي عن البشر بالضبط، متساويين كلنا سوا، بتروح على الطريق اللي عنده فرصة بيخدها باستحقاق بجدارة بيخدها. إذا سألت عن هالأهل يلي أنا شي نهار بحب أتعرف عليهم أو أعرف عنهم أكثر، أهلك، لأن أنا هيدي موضوع حساس بالنسبة لي وبحب أهلي كتير. على طول لما نعيش برات لبنان بيعيشوا نحن أهلنا بيعيشونا على أيام العالم العربي، عشناهم ببيوتنا، لو سفرنا وتغربنا على أي أيام هيك ربك والدك اللي أنت هيك بتحكي وبتعتز فيه وبتشبهه بالشيبة وبالقلب وبالأخلاق شو على أي أيام ربك؟ والدي ووالدتي الاثنين، الله يخلي لك إياهم، الاثنين شركة رهيبة كانوا، يعني شراكة قوية جدا، وحيط أصم أمامنا دائما، كانوا دائما وحدة واحدة. الأولاد دائما بيحاولوا يلاقوا الفروقات ما بين الأب والأم عشان يدخلوا ويستغلوا الفروقات هاي لمصالحهم. والدي ووالدتي كثير شخصين قويين جدا جدا. فلما رحنا على أستراليا من الطبيعي إنه لما بتطلع من محيطك ومن بيئتك بتتمسك بقيمك أكثر من الأول، أكثر بكثير. فكانوا يعني هالموضوع عم بيشتغلوا عليه كل الوقت إني فوق ما تتخيل، يعني إذا فوق ما تتخيل، يعني إذا بتلاحظ بتلاقي مثلا، إذا بتلاقي اللبناني اللي ساكن في كندا ولا في أمريكا، روح بتلاقيه لسه بيشبه الضيعة أكثر من أهل الضيعة اللي لهلأ بالضيعة، بصير يتمسك بتراثه أكثر. الأمر هذا أثر يمكن كثير، وكان باي ذا واي مش كله حلو، يعني في جزء منه كان صعب شوي، لمرحلة إنه أنا وصلت لمرحلة مش عارف أنا مع مين، أنا لا أنت ولا هم، فاهم قصدي؟ فكان في شوية صراع بالموضوع، بس بيبقى الأساس وهو الجذور عندك سبتين. هالجذور اللي هي جذورك الأساس والأصل الفلسطيني اللي أنت بال 97 إذا التاريخ بعدني هيك عم بذكره، بال 97 جيت على فلسطين بال 97. شو الذكريات اللي عندك من وقتها لهلا؟ لقيت شريكة حياتي بفلسطين أول ما وصلت على الجامعة، رجعت على جامعة بير زيت عام 97 رجعت زيارة، عام 2099 رجعت ورحت على جامعة بير زيت في الضفة الغربية، وأول ما دخلت شفت واحدة شعرها كيرلي. فسأل صاحبي بقول له مين هاي أم شعر ملفلف؟ إلا بقول لي لا سيبك منها، هاي ما صاحبش. صار عندك تحدي؟ لا اتجوزتها بس ما صاحبتها. صار عندك تحدي؟ سيبك منها. طيب أنا بقول لك إذا الله يخلي لك يا خلي لك العائلة، مثل ما أنت وأمك وبيك هي كمان مجموعين على الأولاد على طول، عم تجربوا تكونوا حدهم معهم. بتحن للي شفته بال 97
وبتحلم بالعودة لفلسطين؟ نعم. يا الله، شوف بحن وبحلم. لا والله لنرجع، والله لنرجع. أوكي. ما شوف، ما بروح حق ورام طالب. وشغلة كتير مهمة، مثلا أعطي لك مثال، أنا عمري ما لبست سنسال بحياتي، هذا عمري ما لبسته. طيب كم واحد شفته أنت اليوم ماشي وهاي معلقة برقبته؟ طار وأكثر من أول. لما إلي صديق بوسني في، لما كنت بأستراليا رحنا على المدرسة، أول ما دخلنا المدرسة بأستراليا دخلنا، كان اللي جايين من برا كلهم بيروحوا على مدرسة to prepare them إنهم يروحوا على المدرسة الهاي سكول يعني أو السكندري سكول. كان عمري 13-14 سنة. فتعرفت على صديق بوسني أثناء حرب البوسنة والهرسك. ف يعني بنتعلم إنجليزي من أول إنجليزياتنا مع بعض صغار، بتعلم بشهرين ثلاثة أنت الإنجليزي. فبيقول لي إنه إحنا بالبوسنة كنا عايشين حياتنا ما بتعرف مين مسلم مين بوسني مين صربي مين مسيحي، ما ببين. لما بدأ العدوان ضدهم بيقول لي صرنا نتمسك بمين إحنا أكثر. فدير بالك اللي عم بيصير حاليا في فلسطين، أقسم بالله هذا الشيء بيحصل لسبب. أنا كنت دايماً أتساءل أقول كيف بدي أعلم يارا وخالد شو هي فلسطين؟ هيهم اتعلموا، شد العصب كله وصاروا يعرفوا أكثر مني. شد العصب كله سوا. أنت فهمت شو قصدي؟ شد العصب. فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. هيدا الحق اللي عم تحكي عنه، حق العودة رح يكون. وقلت لي شيء أنا ما كنت عم بقصده، بمعنى أنه الحلم تلي مش حلم واقع ورح لا رح نرجع ما زال حكيت عن الحلم وحنصور هناك أنا وإنت إن شاء الله. أنا وياك، أنا حاضر إن شاء الله، بتخدني ونصور هذه حلقة خصوصية مع ميكسو مجية كمان. أكيد بتمنى. كنت عم تحكي عن أصحاب الحق، إذا نقلت أنا وياك وحكينا عن الحق بيقولوا الحق أصحاب الحق سلطان. هل تكل حقك بالحياة؟ ناس أكلوا لك حقك، شو عملت لما أكلوا لك حقك؟ شوف أنا عندي قناعة شوي غريبة بالموضوع هذا جد، وإذا بدكم تخلوها بالهاي خليها، بس أنا بحس إنه إذا أنت صاحب حق واتاكل عليك حقك، هو ما اتاخد إشي منك. إذا أنت أخذت كل الخطوات اللازمة إنك تحافظ على حقك، وإجا واحد واغتصب هذا الحق منك بطريقة لف ودوران أو سرقة أو نصب أو احتيال، شو بتقصد رح يرجع لك الحق؟ معلم هذا سرق من الله مش منك، هذا سرق من الله. انت درت بالك ولا يعني لا؟ عملت اللي يعني عليك ولا لا؟ يعني الله بيصرف فيه اللي برجع لك. انت اذا اخذت كل احتياطاتك وفكرت فيها منيح واشتغلتها صح ومع ذلك اتاكل حقك وما في تقصير منك، والله حقك ليرجع لك ومن مكان ثاني، واللي اكله حينزل على راس اللي خلفوه اكيد اكيد يعني لا شك. فما هاي الناحيه تعبيرك بحبهم كان بي إجابة أو سلبا؟ لا بالعكس، أنا قلت لك يا بطريقة، هلا برجع بتذكر لك يا بطريقة، قلت بالبداية بقول كل اللي عم بتقوله بطريقة لطيفة، طريقة حلوة، طريقة بتعبير لحتى نوصل ويعرفوا الناس إنه بس لكم من وراء طارق فيكم تعرفوا أي واحد منكم تشتغلوا على الكونتنت على المحتوى. مش ضروري المحتوى يكون أوقات فضائحي، مش ضروري يكون يعني منه هيك بطريقة يوصل دغري إنه أنا بدي عفوا يعني سب أو أقول شيء برات الطريق ليروح فايرل. لا، فيكم الأشياء اللي فيها أيام إنه توصلوا للناس، مشان هيك هيدا موضوع كتير مهم الطريقة اللي عم تقولها فيها. إذا بقول لك شغلة وحدة طارق بيحتاجها هلأ لحتى هيك تكمل معه، شو هي الشغلة اللي بتكون؟ بتعلق على اللي حكيته من شوي وجاوبك، بس بقرأ لواحد اسمه ستيفن بارتلت اسمه The Diary of a CEO، كثير حلو الكتاب كثير حلو. سو ستيفن بارتلت بيقول لك عملوا دراسة على عدد كبير من الناس اللي بيعتبروهم الكل ناجحين. أوكي. ناجحين. فبقول لك وجدوا إنه عندهم خمس سطولة، خمس كونتينرز قدامهم هدول الناس الناجحين. الأول هو المعرفة، الثاني هو السكيلز المهارات، الثالث هو الريسورسز أو المصاري أو الموارد بشكل عام، الرابع هو العلاقات، والخامس هو الريبيوتيشن السمعة، السمعة الشهرة. هذول الخمسة لقوا أنه كل الناس المشهورين أو الناس الناجحين اللي يصنفوا أنهم ناجحين عندهم الخمسة هذول مليانين، معرفة عالية، مهارات عالية،
معارف عالية، ريسورسز، موارد، مصاري، معهم كثير، طيب، وشهرة مرتفعة جدا. شو اللي عجبني بالقصة وكيف بدي أرد عليك؟ بقول لك إذا صارت هزة بحياة أي شخص هذول بوقعوا، بس هذول دايما ما حدا بياخدهم منك. معرفتك ومهاراتك ما بيروحوا. توني برود هو توني برود، صح معي؟ بقول لك إذا عندك هذول بينبنوا هذول. مشكلة البشر وين؟ إنه بيحاولوا ياخدوا الطريق بالعكس، وهذا المنتشر حاليا في السوشيال ميديا، بيروح بيعمل شهرة أنه قصص كنتروفيرشل، بصور شغلات غلط، طيب بينشهر، بيصير عنده شوية مصاري، بيعمل معارف، بس معرفة ومهارات صفر، تنهز بروحه، بيرجع من الصفر مرة تانية. كيف بده يبني حاله؟ good luck. فلما بدك تبني ابني هدول بيكملوا. ركز على معرفتك، المعرفة اللي عندك، ركز طور مهاراتك، والباقي بيجي لحاله. والله بيجي لحاله. ايه والله بيجي. بس هودي الخمسة عجبوني. حلوة. في أوقات بفكر بالخمسة أنا وبغمض عيوني وبقول أنت سكر عيونك هيك وشوف شو في عندك نعم. يعني اعتبر النعم خمسة. عم بعطي مثلا شو عندك أنت؟ واحد، اثنين، ثلاثة. هودي اثنين عنده إيهم طارق. يعني مش كل البشر عندهم الخمسة. في عنده الناس نعمة معينين لأنه مبلش غلط. برافو عليك. ما أنا عم بقول لك ما عنده موجود عند ناس تانيين. عم بعطي شوي كمان فهمت عليك والله. ما عندك كل شيء، بس عندك لتقول كتر خير الله، لحتى تشكر الله، لتقول هذا الامتنان اللي حكيت عنه أنت، هذا الشيء المهم كتير. والله أنا توني يوميا والله العظيم لازم أقعد مع نفسي، وأشكر ربنا على اللي عندي. هذا قلت لي مهم كثير، بس السؤال سألتك إياه بشوي، في شيء بهيك ناطره لتكمل معك لناطر جوابك أنا عليها؟ لا ما كثير مبسوط. لأنه مش مطلوب أنه تكمل. هي بتكمل؟ لا. بعدين اسمع إذا كملت معناها It's not good news. لا روحنا. نحن بس نقول أنه تحت كمان كنا تحت يقولوا يعني قبل التصوير كنا عم نحكي بكتير أمور إنه بتضلك مستمر لو ما كملت معك أمور. قديش حكينا أنا وياك؟ شو بالحديث جد والله؟ شو بدك؟ بس سيارة بتطلع اللي بدك واحدة تانية. توقع شو بيصير؟ ترجع أنت. من تلتفنس يا الله محلاك. من تلتفنس. بس أنا بدي أقول زيد شيء ما وحزة بتوافقني عليه. إذا وقعت ما تنطر حدا يشيلك. أنت بدك تشيل حالك. طبعاً. القراب منك بيحكيك كلمتين وبيروح بينام وبيروح عنده شغل، وهيدا شيء طبيعي بهيك. انت بدك ترجع تقوم. بعدين اسالك سؤال. انت اثنين صرت انت عم تسالني. ما بعد اذنك اذا اثنين وقعوا واثنين بعزوا عليك، طيب، واحد مرمي بدوش يتحرك، انا وقعت، والثاني عم بحاول يقوم، مين حتساعد؟ لا مش عم يقدر يتحرك، بس يده اكيد بتحط ايده. هلا لا مش راضي يتحرك. لا مش راضي يتحرك. ايه فهمت عليك، بس انه انت بتجرب تحكي له، عم بشوف الثاني عم بيوقف اصلا، فهو بده يترك حاله. ما في يترك حاله، طبيعه الانسان ما في يستسلم ويترك حاله. انا المقصود اقول لك ايه، بده يرجع هو يوقف على 100%. هو بده يساعد حاله، هو بده يقوم ويرجع يوقف على رجليه. الموضوع اذا بدنا نحكي الموضوع اللي هو اساس حلقتنا، الفرصه الثانيه. وين كانت فرصتك الثانية طارق؟ وين سكند شانس تبعك طارق؟ هل في فرصة ثانية جد؟ ايه. طيب كل يوم، مش واحدة، مش فرصة ثانية واحدة، ربنا 100%، بس مش فرصة ثانية واحدة، بس كلهم بنسميهم فرصة ثانية. اوكي في كثير فرص ثانية، بس في بنسميها فرصة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. بس وين كانت فرصة ثانية تبعك هيك؟ يعني هاخذ لك من واحدة كثير سيجنيفيكانت، اثرت كثير بحياتي كثير. لما قررت انه خلص انا مش موظف، انا بدي افتح شركه، لانه هاي ليش بحكيها؟ هاي مهمه جدا، ويا ريت الناس تسمع، الشباب بدي يسمعوا هذا الكلام. لما قررت انه بيوم من الايام بكفي عمل، اجى شريكي بدر بيقول لي انت عم تشتغل وما شاء الله عليك وعم تعمل، بس عم تعمل لحد، اعمل لنفسك. أنا هون أولها ما ركبت براسي، أنا راتبي كثير منيح، وضعي بالشركة كثير منيح، ليش أترك وأبلش من أول؟ وبطلع لك مليون سؤاله، والشعور يشبه إلى حد بعيد شعور إنك واقف على حفة جبل وبدك تنط. أنت معك باراشوت، بس بدك تنط
وما بتعرف يعني بتفتح ولا في عندك probability انه حطير ولا لا؟ حطير ولا لا؟ حطير ولا لا؟ اتمنى هينة تبيه مش سهلة. بس اخد ريسك. كانت هاي هي، كان ريسك كبير. وبعدين امتى اصعب مرحلة فيها؟ مش لحظة القفز، لما قفزت مرة السنة الأولى. وبعدين كأي شركة ثانية بتبدأ تمر بمراحل تسنين، بلاش تطلع أسنان بيبي وكاش فلو بروبلمز ومشاكل وأنا لسه بعقلية موظف مش بعقلية مدير، بفكر كيف أشتغل الشغل مش كيف أدير شركة، في فرق كبير بين الاثنين وبدك تتعلم هاي الأمور بقدر الإمكان. فالشركة كانت مرت بوضع صعب. بالمرحلة هذه تبدأ الأسئلة تطلع براسك إنه شو اللي عملته، هل عمل شيء صح ولا عمل شيء غلط. بعدين بتلف ظهرك وبتجي تطلع فوق محل ما كنت واقف وتقول طب أرجع طب لو بدي أرجع بقدر، ما فيك ترجع. وبتبدأ هاي مرحلة الشك بحياتك. هون دور الأسرة. طب دور الأسرة، بدي أسألك عن هون دور الأسرة. بس دور الأسرة كان في عتب، كان في لوم؟ لا، إنه أنت في عندك يعني بعائلة وموجودين ولا شو عملت هلا ولا كانوا حدك؟ أنا عندي أحسن أسرة في العالم. ثقة عمياء، ثقة عمياء وحياة الله. لو هلا بقول لهم قوموا النط بنطوا هالقد، لأنه بيعرفوا قد ايه بحبهم. سبورتيف كان كتير. لا بيعرفوا قد ايه بحبهم كتير. بس طلع فيها هيك بدك اعيط هلا خلص. لا مش عيط، بالعكس. بس انا عم بتطلع لما بتذكر امور بتاثر فيها. بس تحكي عن هيك موضوع بتذكر عائلتي، بتذكر اولادي، بتذكر كيف. الله يخلي لك اياهم. الله يخليك. الله يخليك. الله يخلي لك اياهم. شو ناطر طارق بعد هلا؟ شو ناطر يعني؟ ناطر شيء معين بدك توصل له غير فلسطين ترجع؟ هيدا 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 اساس وهيدا رح تصير. بس شيء حاط براسك ناطر بكره؟ دائما انا كثير ايجابي، بحب بحس انه دائما بكره احسن، دائما بكره احسن. وبحس انه احنا اليوم جدا محظوظين. احنا في منطقه هي على بالمطلق الأفضل بالعالم. كل عيون العالم حاليا على المنطقة هاي اللي احنا فيها، منطقة الشرق الأوسط. احنا عنا أصغر شعوب الأرض عمرا، أكثر الموارد انتشارا، أكثر الناس حبا. أنت شايف شو إنه في لقدام شيء منيح يعني؟ أيامنا مثلا أيامي أنا ولا لا؟ 100%. أنا أيامي ما مرقت حبيبي ببلدي وطني لبنان، ما مرقت. بس جاية والله، جاية والله، جاية ايام ولادي. لا ايامك شلو. احنا اليوم اطلع علينا، اطلع معلش شوف شوف قارن لي الامارات الان بالامارات قبل 40 سنة. كم مدينة عالمية عندنا الان في المنطقة هون؟ كتير. دبي، ابو ظبي، الرياض. بس عم تحكي ببلد دوحة. عم تحكي ببلد بنتمثل فيه كله، عم نعيش فيه، موجودين، عم يكون عندنا فرص، عم يكون كذا. يعني هيدا البلد ما فيك تشمل كل الشرق الاوسط والمنطقه الجغرافيه اللي عايشين فيها. نحن بعدنا بمحل اذا بكتر انه هلا ما رح ننتقل. النجاح معدي كالفشل. بس انا باخذ منك الامل انه الامور بس تكون. بس توني النجاح معدي كالفشل والله العظيم. اكيد اكيد. وعدوى النجاح بدات أكيد. وان شاء الله رح تنجح ان شاء الله يا رب. شو في شيء صار معك بالحياة ما كنت متخيله؟ تخيل أنت عملت المرة، صار شيء معك ما كنت متخيله غير تخيل؟ متخيل ما كنت متخيلها والله ما كنت متخيلها. أنا عندي صفحة إنستغرام خاصة لو تشوفها بتقول هذا مستحيل هذا الإنسان يصير عنده سوشيال ميديا شانل. وتخيل أنت طارق، غير أنه الباك جراوند عندك وغير تربيتك وغير ثقافتك وغير القراءة وغير المتابعة كل شيء تبعته أنت، هل إلهم فضل كان ولادك على هالموضوع بفترة صعبة مرقنا فيها بكورونا؟ كورونا إلهم فضل؟ هم السبب. كيف؟ هم السبب الرئيسي. أول شيء لما سكرت الدنيا ب 2019 بتذكر السفر بآخر 2019 رجعت من القاهرة لدبي وصلت مرضت، ويمكن كانت كورونا بس ما كانت معروف إنها كورونا. 2020 سكرت البلد تماما وصارت القعدة بالبيت فترات أطول، الأمر اللي سمح لي أشوف أولادي أكثر. فانتبهت قديلي أولاد دايما مسكين تليفوناتهم وقاعدين وبتطلعوا على محتوى، والمحتوى اللي بتطلعوا عليه دير بالك صغار وكبار كانوا هيك يعني بيارك. لا مش هني الأولاد، الصغار والكبار كانوا على التليفون. كلنا كل البيت على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا وبقلبه. طب هذا المحتوى اللي بتحضروه، انت متخيل كمية التلوث الفكري اللي بتخلك؟ انت متخيل كم ساعة بتقعد على السوشيال ميديا كل يوم؟ كتير
وكمية هذا التلوث الفكري اللي قاعد بدخل unmonitored يعني كم قناة إلك أكسس عليها. أنت كل صفحة بتدخلها هاي قناة، هاي فكر شخص، سواء بيرش على حاله مي بيقول لك أنا سمكة، ولا بفقع على راسه بيض، ولا بيحكي لك معلومات، هذا فكر شخص قاعد ينتقل لك وبتشوفه. إذا هذا الفكر اللي عم يدخل بيقول لك المحتوى اللي بتشوفه هذا غذاء عقلك، هذا غذاء عقلك. طب شو عم نغذي أولادنا؟ عندي خيار من الاثنين، أسكر عليهم الإنترنت، وهذا ضرب من ضروب الجنون، ما بقدر. أنا أتوقع المايكرويف في البيت فيه إنترنت، أتوقع يعني كسر كل شيء مشبوك على الإنترنت. أنت ما فيك تعمل هيك مع الأولاد. فبالتالي شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ بدك يا إما تعصب وتقعد توعي فيهم وتفهمهم ولا احضروا ولا ما تحضروا، بس بالنهاية هل وفرت البديل؟ وفرت البديل ولا لا؟ عندك القدرة على توفير البديل، اعمل محتوى. وهي الرسالة اللي ببعتها، كنت بحكي مع نوار قبل بقولها، هاي الرسالة اللي ببعتها لكل الناس اللي بتابعوا، إذا عندك القدرة على صنع محتوى شو مستني؟ بغض النظر أنت مع مين واقف، قف مع من ترى صحيح. هذا بدي أسألك يا سؤال مهم، الكل يلي هني صناع محتوى يلي هلأ عم بيتابعوك يلي هلأ وأنا منهم، شو بدك تقلهم؟ يشتغلوا على شو بالكونتنت؟ اعمل محتوى. إيه بس اعمل محتوى، اشتغل على المحتوى، وصل شيء بوزيتيف بالمحتوى، بوزيتيف من وجهة نظرك. ايه شوف في شيء خاصه بشو؟ بالخير، باللي بتعرفه بالخير صح؟ من ولكن الخير من وجهة نظر مين؟ ما بقلك وجهة نظر قوله. ايوه الخير انت وجهة نظرك خير، وجهة نظري انا خير، وجهة نظر اخطر خيرك. شخص توني من وجهة نظري هو الشخص عظيم المبدأ، والله العظيم اللي بتطلع وبشوف وين الناس ماشية بحط راسه بينها الروس وبدوس معهم. على كل حال أنت قلت لهم بموضوع بي بي بقصة معينة كمان بالتصوير صورت وقلت أمخي عملت شغلة هيك ثانية تصير يعمل هيك بهز أخذت 10 طب ما عندك شيء تقوله؟ طب أنت فضيت من كل شيء ولك عيب فيك تعمل إيه عيب يعني فيك فضحتنا شو يعني أنت يعني فيك تكون مؤثر فيك تكون مؤثر. وموضوع كمان موضوع كتير حكيته بالنسبة لهذا الشيء، هل في شيء برأيك بيبقى غير الأيام وغير اللي بتعطيهم لأولادك من الأخلاق وغير القصص يلي بنربح عليها، هل في شيء بيبقى؟ لأن حكي عن موضوع بعد 100 سنة بال2124 البيت اللي عندك إيه لمين بيكون؟ البيت اللي عندك إيه حكي عنه لمين بيكون؟ لناس ما بتعرف. السيارة يلي صارت أنتيك لمين؟ شي متحف ولا مع واحد بحب كار آيتمز وما حيعرف لمين كانت. بس كثير كثير حلو كثير حلو لو قال لك السيارة هاي كانت مع الشخص اللي عمل كذا وكذا 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 وكذا. إن شاء الله. فبيقولوا لك إنه ما في شي بيبقى، إن قد يعشق الإنسان من لا مال في يده ويكره من في كفه الذهب، ما قيمة الإنسان إلا في مبادئه، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. حكيت عنهم أنت شوي الآب مش رح يبقوا، بيبقوا الأيام بيبقى أشي عملتها أنت إنسانيا وقفت حد ناس كنت معهم وحدهم محل. بنسأل بسألك كم سؤال، what if يعني شو كان صار لو، what if شو كان صار لو ما كنت صانع محتوى؟ كنت كمان أسست الشركة اللي ساش ان كمباني. ساش ان كمباني أقدم من المحتوى، ساش أول. ساش أول شيء. ساش أول. أوكي. ساش 2016 وكانت كمان ساش باي ذا واي ساش كثير مهمة. ساش لما بلشت بساش توني يلي هي سوري معلش لو قلنا للكل ساش ان كمباني هي public affairs firm consulting firm بيشتغل بالcommunication مع الجهات الحكومية. وهو الشغل اللي بحبه طول عمري اللي اشتغلته طول عمري يعني هو الوظيفة الوحيدة اللي استمرت فيها طول عمري. ساش إجت مرحلة من المراحل كان عليها 100 علامة استفهام براسي، فكرت أهرب منها. ليه؟ لأنه صعب صعب. يعني أنا صرت أصحى كل يوم الصبح أتخيل إنه الموظفين هدول مسؤولين مني. أنا زمان كنت موظف بأخذ راتبي آخر الشهر وبحط راسي وبنام. صرت مسؤول عنهم. هلا بدك تفكر إنه هذا الإنسان مسؤوليتك 100% وعنده أولاد وروح مدرسة ولا سمح الله ممكن يمرضوا، فهم قصدي؟ فهي مسؤولية كثير كبيرة، ولكنها لما تنجح فيها، لما تنجح مش لو، لما تنجح فيها قمة المتعة، قمة المتعة.
فيمكن يعني وات اف ما كان عندي صانع محتوى. انا يعني اقول لك كمل بشيء بتحبه، كمل بشيء بتحبه، ما زلت مكمل فيه. شوف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخيل اللي عم بتشوفها هي انعكاس لطارق تبع كل يوم. يعني كان ممكن كنت صانع محتوى بمحيطي من غير كاميرا، اللي هو بأي قاعدة بفتح مواضيع بتحسك يعني مثلا يوم رأس السنة، يوم رأس السنة الوحيد اللي بيسأل السؤال بقول لهم يلا شو خططكم لرأس السنة الجديدة لأصحابي، ها بتمسخروا عليه كثير انه يا الله بلش هلأ بده يعملنا. بس انا من هذا النوع، فيمكن اذا ما كنت صانع محتوى كنت هذا الشخص اللي بشوفه. شو كان صار لو ما نجح؟ تخيل كان عملته هذا دامية. ما لا يأس مع الحياة والله، لو ايش أبدا. والله لو شو تنكسر بترجع بطوع وعادي. شو يعني عادي؟ هلأ بكرة بيسكروها بفتح هذا تاني. شو كان صار لو ما تركت شغلك وفتحت شركة ساشا كمباني؟ كنت بإيد بعدك ايه؟ مش حلو، فكرة سيئة جدا. لا الحمد لله اني فتحت الحمد لله. شركة الحمد لله. الحمد لله شعور رائع جميل جدا انك تكون تعمل شيء بتحبه مؤمن فيه وبتشتغل بمحيط كتير حلو وحواليك ناس كتير حلوة. أنا جدا ممتن لهذا الشيء جد. والله. طيب شو كان صار لو عندك خيار تأسيس المدينة الفاضلة؟ بنقول عنها مدينة الفاضلة. أعطيني 5 قوانين بتكون صارمة بالمدينة وخمس قوانين مستحيل إنه تنعمل أو مستحيل إنه تتحقق. تعرف وجهة نظري بالمدينة الفاضلة؟ مش هذا هبل فلسفي يعني. غير هيك يعني سؤالي قصدك مش لا بجنن سؤالك، بالعكس شكرا انك سألته. في تجربة عملت على الفيران، طيب حطوا فيران بالمدينة الفاضلة للفيران، طيب هذول الفيران يتكاثروا وصاروا كثار وكل ما يكتروا يكبروا لهم المدينة ويحطوا لهم كل ما يمكن للفأر أن يحلم فيه، يعني خلقوا لهم مدينة فاضلة. شو اللي صار؟ بقول لك كتروا، انقسموا إلى مجموعات أقوياء وضعفاء، وصاروا الأقوياء يهاجموا الضعفاء. ليه؟ لأنه لا عندهم لا شغلة ولا عملة، ما عندهم إشي. فالمدينة الفاضلة يا سيد الفاضل بكل بساطة هي ضرب من ضروب الجنون. ليش؟ إحنا ما بدنا إياها. أنا أعطيتها بالمعنى المجازي إنه 5 قوانين بتحطها بهالمدينة. بحط بالمدينة أول قانون، مش عارف إذا عندي 5 ولا لا. أول قانون ما تهاجم البشر، هاجم الأفعال. ما عندك مشكلة مع شغلة عملها توني هاجمها، ما تهاجم توني، فلتك من توني، لأنه توني 90% أحسن منك لو أنت بتهاجمه. أوكي. طيب هاي رقم 1. رقم 2، ما في شيء اسمه ليزي. في واحد يعمل وكل فترة بقرر أنه يكون يكسل زي ما تفضلت، ولكن ما في شيء اسمه أنت عايش عشان عايش بس. You have to have a purpose in life. Very good. الشغلة الثالثة، يعني بدي أقول لك لا عنصرية ولا، بس هي يعني جزء لا يتجزأ منها، بس يعني ما فيش فضل كتير. هذه فضل كتير. أوكي. في آية بتقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. في آية تانية بتقول لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لخربت الأرض. إحنا المفروض يكون بيننا خلاف، مفروض يكون بيننا خلاف. الاختلاف اللي موجود بيني وبينك هذا أجمل ما في الحوار. تخيل أنا قاعد أنا وإنت طول النهار تقول لي المي طيبة، أقول لك طيب، بس السماء لونها أخضر، أقول لك والله أخضر. شو هالملل؟ بدك شيء أوكي. شو هالملل؟ بس عند الستات بيزيدوها، هي بصير نكد كتير. لا ولا لا حلو معنا، حلو أحلى إشي. نكد عليك أحلى إشي. حلو تنكد عليك أحلى إشي. إذا سألتك تختار شخص من محيطك أو شخص معروف يمكن مشهور أو غيرك أنت؟ ستيت. أنا عادي. أنا لا شخص هيك تختار ستيتمنت، موقف تقله من قريب منك، من عائلتك، يمكن صديق، يمكن بالعمل، يمكن مين بتختار؟ شو الموقف اللي بتقله إياه أو بتقله إياه؟ مين بتختار وليش اخترتش؟ يعني أنصحهم نصيحة مثلاً؟ أو موقف، يعني شيء معين كان بيك حدك فيه، كان
شريكك حدك فين مرتك كان ولدك بكتقله كل شيء إنه هالأمور هيك موقف لابنك بك مثلا خالد شو بتقله خالد مدير بالك خالد أخوي وخالد ابني أنا مسمي ابني على اسم أخوي في موقف خالد هو عمله فيه كنت بحاول أعلمه درس علمني 100 درس بجملة بيقول لي بابا بتحبني أنا أكثر ولا سيدو بتحبني أنا أكثر ولا أبوك ف يعني ما عجبني السؤال توني بصراحة بالمرة ما عجبني يعني السؤال استفزني شوي لأنه بدي أفهمه أنه بابا أنت شيء ويمكن لأني ما حبيت الإجابة إجابة صعبة قاسية شو قلت له فقلت له بابا هذا حب وهذا حب بس بما أنك سألتني أنا مضطر أقول لك أني بحب سيدو أكتر منك وخليني أشرح لك ليش لأنه سيدو بيحبك وسيدو بيحبني وبيحبك لأنه بيحبني وبتعقد له الأمور اللي بقول لي أصلا بابا عادي 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 فبقول له ليش عادي ولي أصلا بابا لما أكبر وأجيب أولاد رح أحبك أكثر من أولادي فأنا هون يعني بصراحة ابني رباني ابني رباني باللحظة هي مش 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 رباك فرجيك على عطفته عادة نحن طارق أنت بتعرف الأهل بفرجوا على عطفتهم أكثر الولد بيكون بعده بالمراهقة تشوف قديش ناضج ابنك ليقول لك إياها مش إنه ربك عطاك عاطفي قال لك إياها من هلأ بس ما هو اختارني ما هو اختارني بعد ما اخترت يعني هو علمني شغلتي علمني إنه يا جماعة بر الوالدين ببين بالدنيا لحظي نفس اللحظة فديروا بالكم على أهلكم عشان أولادكم يديروا بالهم عليكم هاي واحدة يعني أنا باللحظة اللي بريت والدي ابني ما استنى برني بنفس اللحظة قال لي عادي بنا هحبك أكثر بس بنفس الوقت علمني إنه يمكن لازم أكون أكثر ذكاء في التعامل معه يعني أكثر ذكاء في الجواب إنه المفروض سكتت عند لا بابا بحبكم أنتوا التنين وخلص لا بس لازم أتفلسف لو أنا جوابت غير شيء ما كنت عرفت منه لأنه أنا بدي أقول لك شغلة مش عم بقول لا سيرك بس أنه بستغرب أنه ولد بعمره يكون عم يحكي بهيك موضوع أنه ولد بحلق كان 8 سنين توني هذا الحكي من زمان ايه بحلق ليه لأن بهالوقت الولد ما فرقني معه الولد بده يلعب بده يلتهي بده الاهل بيحبوني هاي وجه بيتهم ونحن بنحب اولادنا ليقول لك اياها الولد ما انت منك طالب منه شيء انت بدك تحبه صح هيدي شغله فيها نضوج بتشوفها عند ابنك انا ما شفتها عند اولادي هيدي شغله تالت رح تروح اليوم تفكر فيها زياده صح. انت زياده عن الموضوع شو الرساله اللي بتعطيها هلا للناس اللي بتتابعك على طول مسج بتعطيه من ايه في كتير مسجز مرقوا أنا وياك بس مسج كمان بتزيد وشو بتعطي مسج؟ اصنعوا محتوى واصنعوا بحب بدون هدف بس اصنعوا محتوى لأنك بدك تصنعه وما تستنى منه ولا شيء ما تستنى ولا شيء ما تستنى منه يعني ما تستنى منه لا فيوز ولا تستنى منه مصاري تعمل شيء لأنك مقتنع فيه بدك توصله اعملوا محتوى لأنه إحنا في حرب بين فراغ تفاهة فضاوة فشل وموجودة مش مصدقني يفتح السوشيال ميديا وتطلع تتفرج قلب حتشوفه على قولتك شو عم بحضر شو عم بحضر شو عم بحضر جد شو عم بحضر شو اللي عم بشوفه اصنعوا محتوى لأنه اليوم الحرب الكبرى هي حرب عقول قاعدين بطعمه بيسمموا عقوله بيسمموا عقول جيل مرعب جاي الجيل القادم أقسم بالله أحسن جيل مر على العالم طلع الأولاد طلع الرغبة طلع الكفاءة طلع الأكسس اللي عندهم على المعلومات طيب بس حاولوا بقدر الإمكان تشاركوا الخير من وجهة نظركم على السوشيال ميديا عشان تكونوا جزء من هاي الحرب مش متفرجين بس مش نقول يي عم نخسر طب شو عم تعمل انت معك تليفون احكي رأيك احكي رأيك وهذا إذا بتصنع محتوى إذا قررت تصنع محتوى إذا ما بدك تصنع محتوى أضعف الإيمان حاول تدعم المحتوى اللي من وجهة نظرك يستحق صح طارق أنا بهيك بقول على طول باللقاء اللي بكون فيه إنه من خبرتي البسيطة إذا بدك مطلوعات على مرأة فيها بالحياة تحب أحكيك عن موضوع مهم بلاقيه رغم كل الأشياء اللي قلتها أنت كمان مهمين
بالحقيقة بنمرق بعمله وبشغله وبنجاح وبكل شيء. أنا بقول من أهم ما أمر ممكن الرجال والست والبني آدم إنه هو يعمله بحياته هو الصيت الحلو والسمعة الطيبة. الصيت الحلو good reputation، لأنه أنت فيك تعمل وتشتغل ويصير مال، المال ما بيشتري السمعة الحلو والطيبة. فهيدا بتشتغل وبتوصله بحياتك بكل شيء، انت بتشتغل ببنك، انت بتشتغل بمحتوى، انت بتشتغل تي في، انت بتشتغل بأي شركة، تعمل سمعة طيبة هيدا اللي بيخليك تكمل وتستمر. وبيقولوا بالآخر كان هيك، كان كويس، كان منيح، كان إنساني. فهيدا موضوع بالنسبة لي كتير مهم حبيت أحكيك فيه، وانت كمان بتحكي عنه على طول، وبك تعتبر انه من الناس اللي كتير بيحترموك. هاي النقطة شكرا انك سألت هذا السؤال. هاي النقطة شوف مستحيل احكي فيها بوجودك، عارف ليه؟ لا هقول لك ليش. لا هقول لك ليش. لانه توني بارود لما اول ما اجتني المكالمة وقالوا لي انه بدك تروح تقعد مع توني بارود، سألت يمكن 6 اشخاص، يعني انا بعرف توني بارود اللي بنعرفه، سألت 6 اشخاص بيعرفوك، الست اجابات كلها تمحورت حول محورين رئيسيين: أخلاقه عالية وبحب الله. الله يخليك. طيب. فبالتالي بصراحة بستحي أرد على هيك سؤال بحضورك. فإذا بدك يرد حدا على السؤال، هذا سؤال مني لإلك، تفضل رد. أنا ما رح رد. أنا بدي أقول إنه إذا ما حترد هلأ حاخذك على البودكاست تبعنا وحترد. وأنا بقولك أحرد لعندك، لأنه بعد في كتير أمور. أتشرف يا قلبي، والله أتشرف. وحلوة واستمتعت أنا وياك، واستمتع واحد أول شيء بقلبك وبلطفك وبتربيتك وبكل الأمور اللي عندك إياها. أنا بستفيد منه وكل الناس. يا حبيبي الله يسعدك. وكان لقاء حلو، وأنا بحب لقاء على طول يكون كيف بدي أقول لك، يبقى بعدين نقدر نحضره وقت البدنة. أكيد. نحس إنه رجعنا على أمور حلوة، الناس تستفيد منه من هالقعدة، وأنا متابعك ورح أضل متابعك. الله يوفقك ونجاح ناطرك رح يزيد أكتر بكتير. يا بعد يا حبيبي. ذكرني. يا حبيبي. وقريبا منتلاقى عندك. أكيد. أوكي. يسعد لي قلبك. Thank you. شكرا لك. الحلقة مع توني كانت رائعة، يعني إنسان عن جد جميل جدا يا جماعة. أنا تفاجأت، الكل بيقول لي من قبل قديه هو إنسان كويس وطاقته إيجابية، بس لما قعدت معه عن جد طاقة إيجابية، كثير طيب، كثير محترم، لطيف جدا. اعتراف، بيقولوا لي اعترف اعتراف ما اعترفته بالحلقة. هلا عن جد أنا في شنديش مخبى، بس يمكن ما اعترفت بالحلقة قديش بحب حب الناس، يعني مدمن حب ناس. وكل ما زاد، كل ما واحد بوقفني بيقول لي تخيل سعادتي أكثر من المرة اللي قبلها، وكأنه الموضوع فيه إدمان عم بتزيد، يعني شعور الساتسفاكشن اللي بيجي من وراها عم بيزيد كل مرة على مرة.